إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، نتابع في خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من الرد على ذاكم القمص المشلوح في افترائه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه ومن والاه، ودعواه أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان لا شغل له إلا المسألة الجنسية وإلا النساء أيها الإخوة والتلهي بهن، وأنه كان وحاشاه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مهوسا بالجنس، هكذا يزعم هذا القمص المشلوح ورمتني بدائها وانسلت، لأنه لا مناص من أن يستخلص اللبيب الذكي أيها الإخوة في نهاية المطاف أن هذا الرجل يتعانى شيئا ما. لا أستطيع أن لا أتكلم بهذا، حسب معرفتي في علم النفس وبحسب فهمي ودراساتي أنا أقطع بهذا، هذا الرجل يتعانى من شيء ما، سيظهر هذا أيها الإخوة في آخر هذه الخطبة بالتحليل العلمي إن شاء الله الرصين والرزين، وليس الافتراءات والأكاذيب. هذا الرجل أيها الإخوة يتحدث أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لفرط انشغاله بالمسألة الجنسية وتهوسه بها حتى كان يسأل الحيوانات والبهائم عن هذا الموضوع. عجيب، إن صح هذا فهو عجيب. ويقول طبعا كعادته في المين والتساخف والكذب: هذا ليس من عندي، هذا من مصادر المسلمين، هذا مذكور في كذا وكذا مصدرا، هذا مذكور في كذا وكذا مصدرا، وهو لا يعرف ما هي المصادر ولا هي المراجع، ولا يعرف أيها الإخوة حتى أن يعزو النص والخبر إلى مصدره، لأنه لا خبرة لديه. بعد باعترافه بعد 10 سنوات، يا ضيعة العمر السبهلة، ما شاء الله ذكاء منقطع النظير، 10 سنوات أيها الإخوة وهو يتابع ويواصل ويتعمق في مصادر المسلمين وينتهي إلى مثل هذا السخف، لا يعرف شيئا، حتى الحديث الحسن يسمي الحسن وهو حسن، بعد 10 سنوات حسن، علم وتعمق كبير الحمد لله، إمامة، ربما يظن أنه حتى يستطيع أن يفتي المسلمين في دينهم، شيء عجيب. ما القصة؟ القصة هي إيه؟ رسول الله والحمار يعفور، كالتالي: لما افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر أصاب أيها الإخوة ضمن ما أصاب كذا أوقية ذهبا
وزوجا من الدواب وزوجا من البغال إلى آخره، وأصاب حمارا أسود مكبلا، كان مكبلا هذا الحمار. فكلمه النبي وقال له: يا حمار ما اسمك؟ فأجاب الحمار بالعربية الفصحى ما شاء الله: يزيد ابن شهاب. يزيد ابن شهاب. ثم قال الحمار مستتلي أيها الإخوة: يا رسول الله، أنا نسأل الله تبارك وتعالى من صلب جدي، من جد الحمار الأول الأكبر أيها الإخوة، 60 وفي بعض الروايات 70 حمارا لم يركبها، وربما قال الراوي الكذاب لعنة الله عليه لم يركبهم، كأنهم عقلاء هكذا أذكره، لم يركبهم إلا نبي، وكنت حمارا ليهودي وكان يجيع بطني ويضرب ظهري، فكنت كلما ركبني أتعثر به. حمار ذكي ينتقم لنفسه. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت يعفور. طبعا اليعافير هي الظباء، اليعافير في المعلقات هي الظباء. أنا بقول له: أنت لست حمارا، أنت يعفور، أنت ظبي ما شاء الله، ظبي المها. فأنت يعفور. وجعل النبي بعد ذلك يركبه، مكتوب له نبوة إلهية أنه سيركبه كما ركب أجداده وأباء الأولين الأنبياء والمرسلون. فكان النبي يركبه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أحد أصحابه يبعثه فيقرع الباب بحافره، فإذا سمع الصحابي ذلك، طبعا أنتم تهزؤون تسخرون من هذه المسخرة، موجود نعم في مصادرنا هذا في كتبنا على أنه ماذا؟ حديث حسن؟ يقول حسن. هل هذا حديث حسن؟ حديث صحيح؟ حديث مقبول؟ ما شأن يعفور وما قصة يعفور وهذا الكلام الفارغ، هذه المسرحية. فلعنة الله على الوضاعين، ولعنة الله على الكذابين، وبئس للعلماء الذين يريدون بعض الأشياء أيها الإخوة ولا يحققون. وللأسف وإن كان بعضهم من أكابر الأئمة هذا القصور، هناك إمامان لا أستطيع أن أذكر اسميهما، إمامان جليلان رضي الله تعالى عنهما، لكنهما إمامان في الأصول، في أصول الفقه وأصول الاعتقاد، وليس إمامين ولا عالمين، بل لا خبرة لهما أصلا بعلم الحديث. أورد هذه القصة في كتب يستدلون بها على معجز رسول الله وأنه نبي من عند الله. بئس هذه، بئسة الطريقة في هذا السبيل أيها الإخوة. لماذا؟ هل يحتاج النبي إلى مثل هذه السخافات حتى نثبت إيمانه؟ إمام عظيم جليل من أذكياء الدنيا في عصره يحتاج بهذا الكذب؟ هذا كذب، لكنه لا يعرف، الإمام لا يعرف هذا للأسف. وكذا تجد إماما أيها الإخوة ذا قامة باذخة شامخة في علم، وهو في علم آخر عار خال منه، لا يسوي شيئا وهو إمام جليل. لذلك لا تغتروا بكل ما كتب أيها الإخوة في كتب الأئمة والعلماء وبكل ما قاله قائل، لا انتبهوا. لذلك يسأل في كل فن أهله، هذه المسألة يرجع فيها إلى أهل الحديث، إلى أهل التخصص، ماذا قال الحفاظ رضوان الله عليهم، ماذا قال ويقول علماء الحديث أيها الإخوة. على كل، فكان يقرع الباب فيعرف الصحابي إذا سمع يعرف أن هذا حافر يعفور، فيخرج إلى النبي. وظل هكذا في كرامة رسول الله حتى توفي رسول الله. فبعد أن توفي الرسول، طبعا الحمار أذن بذلك ودري، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فأتى إلى بئر لأبي الهيثم ابن التيهان الصحابي الجليل الأنصاري، فتردى بها فكانت قبره، انتحر الحمار. طبعا يقول هذا المتساخف المتصابي المعلول، بلا شك هو معلول وملتاث، ستفهمون لماذا الآن، ستفهمون هذا بشكل دقيق. أنا كنت أحس هذا دائما حين أرى، أشعر أنه ملتاث نفسيا ليس طبيعيا. سوف نرى من هو المهوس بالجنس ومن هو الذي يتعانى عقدة أو مشاكل جنسية علميا. رمتني بداية وانسلت. على كل حال سبحان الله العظيم، كل إنسان كل إنسان مهما حاول أن يهرب أيها الإخوة أن يهرب من مرضه من نقائصه فإنها تلوه عليه. لكن يعرف هذا من يعرفه، يعرف هذا أو يدل على نفسه بطريقة، هذا دل على نفسه بشكل واضح الآن سنأتي إلى ذلك. فتردى في بئر فكان قبره أيها الإخوة، أو كانت قبره البئر. هذه قصة يعفور التي تلاها علينا أيها الإخوة هازئا ساخرا منا ومن نبينا ومن علمائنا ومصادرنا. لو سئلنا أيها الإخوة
ما هي أقبح خصلة في رجل الدين؟ لن أقول في العالم، لأنه هو من رجال الدين. ليس في الإسلام رجال الدين، في الإسلام علماء يؤخذ منهم ويرد عليهم. العصمة للمعصوم والعصمة للقطعيات. ما في عندنا رجال دين يحرمون ويحللون ويتصرفون كما يشاءون، آلهة مع الله ما في عندنا. لكن نتكلم عن رجال الدين عند الآخر، ما هي أقبح خصلة في رجل الدين؟ أحسنت، أن يكون كذابا. كيف أثق بدينك؟ كيف أثق بك؟ كيف أثق بدعوتك بعد ذلك؟ بأي شيء تدعو إليه وأنت كذاب، رجل دين كذاب. هو قرأ هذا وقال هذا مذكور في البداية والنهاية لابن كثير، صحيح ذكره ابن كثير على الأقل في موضعين أيها الإخوة، لكن في كلا الموضعين ماذا قال ابن كثير؟ في أول موضع ذكر قصة يعفور وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وهذا الحديث ليس يعرف له إسناد البتة، وهذا غير صحيح له إسناد. وذكر ابن كثير، وهذا عدم الإحاطة، الإحاطة فقط إيه أيها الإخوة؟ لله، الله من وراه محيط، الإحاطة لا تتيسر لبشر مهما دعي حافظا وزعم فيه. ابن كثير نفسه في موضع آخر بعد أجزاء ذكر سنده، ولكن السند ليس بشيء، سند تالف من أوله حتى آخره، كلام فارغ. هنا لم يستحضر، قال ليس يعرف له إسناد البتة. وهذا الحديث أنكره جماعة من الحفاظ أيها الإخوة، منهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبوه رحمة الله عليهما. قال الحافظ ابن كثير أيضا ولطالما سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي ينكر هذا الحديث غير مرة ويشدد النكير عليه. الحديث فارغ تالف، سنده كلام فارغ عن أبي منظور أحد الصحابة، كلام فارغ هذا الحديث أيها الإخوة، ولذلك مردود. قبل ابن كثير نقول لهذا القمص المطرود من كنيسته المشلوح، نقول له ابن كثير ماذا وابن عساكر ماذا؟ الحديث مذكور عند أبي موسى الأصفهاني رحمة الله عليه كما في أزد الغابة قبل هذا بقرون، ومذكور عند ابن حبان في المجروحين ذكره، وذكر الشيخ الذي رواه وقال هذا الحديث، ذكر هذا القصة ابن حبان، هذا الحديث لا يصح وإسناده ليس بشيء ولا يحل روايته. كلام فارغ هذا، قال كله كذب في كذب، علماء يعرفون هذا، هو يريدنا أن نصدق أن هذا يعني وقع مع النبي أو اتفق للنبي. طيب أيها القمص المشلوح، إن كان لك عقل هل تصدق أنت أن محمدا استنطق الحمار ونطق الحمار؟ إن صح هذا فهو نبي على الرغم منك، هل تصدق؟ هو لا يصدق، إذا القصة كذب. أنت بالعقل القصة كذب، أنت تقول مستحيل أن محمدكم استنطق الحمار، إذا هذه القصة كلها لم تحصل لمحمد، إذا كيف تتكئ عليها وتتخذها حجة أنه مهوس بالجنس؟ أنت مهوس في عقلك لا عقلك، هل فهمتم الحجة؟ إما كذا وإما كذا. لكن الحديث كذب، وكفاك من شر سماعه، وكفاك من شر سماعه، استرحنا. فابن حبان حكم على الحديث أنه لا أصل له، كذب صراح وقاح. الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، قال هذا الحديث موضوع ولعنة الله على من وضعه، فإنه لم يقصد. وابن الجوزي قبل ابن كثير بزهاء قرنين، توفى سنة 597، يقول لك ابن كثير بداية والنهاية، هذا مصدر من مصادر الحديث حتى الموضوع منها. قال فلعنة الله على من وضعه، فإنه لم يقصد إلا إلى السخرية من الإسلام وأهله. لعنة الله على من وضعه فعلا، ولعنة الله على من اتخذه تكئة ليستهزئ من سيد العالمين وهو عند نفسه من الكاذبين. يعرف هذا، يعرف أنه كذاب. لو لم يكن كذابا لقال نعم قرأنا هذا الحديث في البداية والنهاية، لم يقرأه عند ابن حبان ولا عند أبي موسى الأصفهاني ولا عند ابن الجوزي ولا عند أحد من هؤلاء، ولكن يقول ولكن للأمانة العلمية ابن كثير قال هذا الحديث كذب لا أصل له، وشدد النكير عليه لم يفعل. في الموضوع الثاني قال ابن كثير فيه نكارة شديدة، فيه نكارة شديدة. أقر الإمام الذهبي أيها الإخوة في الميزان ابن الجوزي، وأقر الذهبي أيها الإخوة ابن حجر في لسان الميزان، الحديث كذب عند الجميع. من آخر العلماء الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره في ضعيفته على أنه موضوع،
موضوع كل العلماء يعلمون أنه موضوع. فانتهى الحمار وقصة الحمار يا مشلوح. انتهينا من المشلوح من الحمار عفوا. هذا قصة الحمار يا عفور. الكذب الثاني، النبي كان يتشاغل بالنساء، يتشاغل بالنساء لأنه فارغ أشغال. النبي 10 سنوات دانت له جزيرة العرب، 10 سنوات يا أيها القمص أقام دولة لم يصلب على صليب. كارن أرمسترونغ الراهبة التي أصبحت بعد ذلك خارج الكنيسة وخارج الرهبنة وأصبحت مؤرخة رصينة ومفكرة كبيرة على مستوى العالم، أعماله ترجم إلى أكثر من لغة أيها الإخوة، تقول أنا لست أدري لماذا نحن نحاز إلى طريقة واحدة، طريقة الفشل والبؤس التي عاناها المسيح. محمد عنده طريقة أخرى، طريقة النجاح. محمد نجح، محمد نبي، والنبي الوحيد على فكرة، لا موسى ولا عيسى صلوات الله عليهم أجمعين نجحوا أن يقيموا دولة باسم كتاب سماوي، محمد فعلها وفي 10 سنوات. مستحيل أن يكون فارغ أشغال، فاضي أشغال، يتشاغل بالنساء وينجز ما أنجز أيها القمص، أليس كذلك؟ في 10 سنوات يا جماعة في المدينة المنورة تبوك أيها الإخوة يسير فيها جيشا لجبا لملاقاة الروم بيزنطة. رسول الله الذي بدأ وحده، الذي أخرج من ثقيف مرجوما مطرودا بالحجارة تسيل عقباء بالدم الزكي أيها الإخوة، يخرج في تبوك أيها الإخوة لملاقاة بيزنطة، أعظم إمبراطورية على وجه الأرض. نعم فارغ أشغال، لكن انظروا، قال محمد يتشاغل بالنساء، من أين لك هذا أيها القمص المطرود من كنيسته؟ قال مذكور عندهم حديث مشهور جدا، حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كلكم نعرف هذا تماما، انتبهوا، حب إلي ثلاث، هذا اللفظ غير صحيح على الإطلاق، لم يرد. من دنياكم ثلاث غير صحيح، من دنياكم الطيب والنساء. شوفوا قال من دنياكم، كما قال علامة أبو عبد الله ابن حاج الفاسي العبدري في المدخل، لكي يؤنسنا، لكي يجعلنا أيها الإخوة لا نجفو النساء والطيب ونتزهد ونترهبن، وإنما حاله الباطنية أنه رباني ملكوتي، وحاله الظاهرية بعضها ملكي دنيوي. قال من دنياكم، وإلا هو مشغول بأشياء أخرى تماما. لذلك قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال القمص أيها الإخوة وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء ويحافظ على الطيب. طبعا كل من يسمع هذا المشلوح سيظن أن هذه الجملة تتمة الحديث، أليس كذلك؟ لا، هذه لا هي من الحديث ولا مدرجة في الحديث، هي من كذب القمص المشلوح. لابد أن أتكلم بهذا الأسلوب بشكل واضح، من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا سمعني نصراني أيها الإخوة ربما أثر فيه كلام قمصي هذا، أو مسلم ربما تزلزل أو ارتاب أو شك أن يدري وأن يقف على الحقائق كما هي. الرجل كذاب، ليس كاذبا، كذاب يمارس الكذب باحتراف. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه أحمد وغيرهم، وهو حديث مشهور عن ثابت البناني عن أنس، حب لي من دنياكم، ولكن ضعفه أبو جعفر العقيلي. العقيلي ضعف هذا الحديث، انتبهوا، هذا ليس في الصحاح، هذا في النسائي وعند أحمد وعند الحاكم، لكنه ليس في الصحاح. الإمام العقيلي ضعفه، ومن أجل تضعيف العقيلي أيها الإخوة ومن اقتنع بمسلكه أورده أصحاب الموضوعات في كتب الأحاديث الموضوعة، كصاحب كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، وابن طاهر رحمة الله عليه في تذكرة الموضوعات، والعلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، أوردوا حديث حبب إلي في الموضوعات. نحن لسنا يعني نحرص على أن يكون موضوعا، الحديث ليس فيه ما يضير ولا ما يشير رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار تخريج الإحياء جود إسناده، وقال إسناده جيد مع أن فيه رجلا فيه كلام حقيقة، على كل حال لا بأس، لكن من أين هذه الزيادة المقحمة في الحديث؟ وكان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء ويحافظ على الطيب. والقمص يغيظه جدا قضية الطيب، لا ندري هل تحب النتانة؟ هل تحب النتن؟ نحن نعشق الطيب أمة محمد؟ أي والله. وانظروا الآن في هذا اليوم الكريم، في يوم عيدنا الأسبوعي الجمعة
مما حبب إلي أنا العبد الفقير عدنان صلاة الجمعة حين كنت صغيرا، روائح الناس الزكية وهم إيه يروحون أو يغدون إلى إيه؟ إلى جمعتهم يجمعون، والله وأنا صغير الكل هذا بالفل، هذا بالياسمين، هذا بالريحان، هذا بالباريسي، هذا بالإنجليزي، عطور كله في المسجد، نحب الطيب. النبي قال الطيب هدية لا ترد، ومحبب إلينا كما حبب إلى نبينا. لا ندري هل عندهم بقية نتانا، بقية رهبنا، يحبون إيه الروائح القذرة يعني يجحفون بحق الجسم، هذه مشكلتهم يغلظه تماما. ولماذا الطيب وماذا كذا، ويأتي بكلام عجيب، شيء عجيب. على كل حال أيها الإخوة، حتى لا نطول، هذه الزيادة من كلام القرطبي، لأنه من أين أتى بهذا الحديث؟ ليس من أحمد، وليس من الحاكم، وليس من النسائي قبل الجميع، أيها الإخوة، إنما أتى به من تفسير القرطبي. وكما قلنا القرطبي ليس كتابا لتخريج الأحاديث، هذا جهل، جهل بالأسلوب العلمي. في القرطبي في الجزء العاشر القرطبي ذكر هذا الحديث دون أن يخرجه، وأتبعه بقوله. هذا من كلام من إذن؟ من كلام أبي عبد الله القرطبي، من كلام المفسر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء جبلة الآدمية وتشوف الخلق الإنسانية. هذا هو بتر هذا الكلام، قال يتشاغل بالنساء ويحافظ على الطيب، لأنه لو قرأ الجملة بطولها سيبدو أنها ليست من الحديث. جبلة الآدمية وتشوف الخلقة الإنسانية ويحافظ على الطيب، وليس تقر عينه إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى، ويرى ذلك به أحق وأحرى. كلام جميل آخره أوله ليس جميل. القرطبي نخالف القرطبي، لا تقل لي يا أبا عبد الله يا إمام يا مفسر، من أعظم مفسرين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، ومن رجال الصالحين في هذه الأمة قدس الله سره، لا تقل لي وكان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء، من أين لك هذا يا قرطبي؟ هذا كلام فارغ لا يساوي المداد الذي كتب به. النبي لم يكن يتشاغل بالنساء أيها الإخوة، النبي لم يكن عنده وقت لأن يتشاغل بشيء، النبي كان وقته مملوءا حتى الثمالة بالأعمال السياسية والقضائية والإفتائية والخطبية والتعليمية أيها الإخوة، والفتوحات والغزوات وإرسال السرايا إلى آخره إلى آخره، ومدرسة القرآن الكريم والعبادة والقيام أيها الإخوة. وكما قلنا هو من قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حياة عبادة، فإذا فرغت فانصب، ليس تشاغل، وإلى ربك فارغب. هذا هو، هذا من تعليق القرطبي نخالفه فيه، ولكن الرجل الكذوب أيها الإخوة لم يصدقنا هنا، لم يصدقنا ولم يصدق المشاهدين، وهو يتكلم بتواقع عجيب وبذاءة وجسارة لا يحسنها إلا من فقد الحياء ولم يخشى العار فعلا أيها الإخوة. لم يصدقنا ولم يقل لنا هذا من كلام القرطبي، إنما جعله حديثا. نعم، نأتي الآن إلى قضية مص اللسان. نبي ويفعل هذا، نبي وزوجه تحدث بهذا، هو طبعا لم يلم ولم يعتب على عائشة. طيب الحديث هذا أيها الإخوة، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويمص لساني، مص يمص ويمص بالفتح والضم، ويمص لساني. قال النبي يفعل هذا، انظروا يعجبنا من حال نبينا، ما العجب فيه؟ ألا يجوز للرجل أن يمص لسان زوجته مثلا؟ عيب هذا؟ حرام أيها الإخوة؟ أم أنك تخاف على صيام النبي؟ هو ليس هذا ولا هذا، هو القضية الجنسية عنده حساسة جدا جدا ومشكلة، يبدو أن شعره يقف كالقنفذ أيها الإخوة من أي شيء له علاقة بالقضية الجنسية، التي كما قلنا نحن نتعاطى معها حتى الآن بكل احترام وتوقير، ونتعاطاها في حياتنا بفضل الله تبارك وتعالى من غير أي حريجة أو شعور بالمأثمة أيها الإخوة أو بالتأثم أبدا، من غير أي شعور، حتى بعقبي الكبت المزعوم عند سيغموند فرويد مثلا. المسلم لا يكون مكبوتا لأنه لا يحتقر هذه الغريزة أصلا، لم يربى لا كتابا ولا سنة على أن يحتقرها، بل إنه يكرمها. وكما قلنا الأنبياء أتوا من هذا الشيء، الأنبياء أنفسهم سادة وقادة العالم مضوئو الدنيا أتوا من هذه العلاقة، كيف نحقرها يا أخي؟ أبونا آدم وأمنا حواء هم أول من أنشأ ومارس هذه العلاقة المكرمة. ليس عندنا شيء أيها الإخوة، لكن الرجل يتحرج ويتحسس، المسكين يعاني، الله أعلم بخبراته
السابقة. كل إنسان ينظر الأمور من منظور، انتبه، كل واحد فينا الآن ينظر إلى أي أمر من منظوره الخاص. المنظور تبنيه الثقافة والتجارب بس. كل إنسان عنده منظور بسبكتيف معين، هذا المنظور تبنيه ثقافته وثقافة مجتمعه ودينه وحضارته، وتبنيه تجاربه وخبراته. امرأة مثلاً يضربها أبوها حين كانت بنتاً، يضربها ثم يضربها زوجها، هذه بعد ذلك في علم النفس السلوكي، إذا واحد قال لها السلام عليكم مباشرة تخاف، كلما ارتفعت يدها تخاف المسكينة. خبرات سيئة مسكينة، خبرات خبرات إيه، حزينة مأساوية. كلما رفع أحد يده فإنها المسكينة تجفل. خبرة، انتبهوا انتبهوا، هذا سنحتاج إليه بعد قليل. طيب، ويمص لساني. هنا أيها الإخوة سنقف وقفة سريعة، هل فعل النبي إيه كان يفعل هذا؟ ربما ليس عندنا ما يثبت هذا، لكن لو فعله هل عليه من إثم أو باس؟ أعوذ بالله، يفعل هذا ويفعل إيه ما فوقه حلال. وهو الذي علمنا، على فكرة نحن مرجعة رسول الله، هو الذي علمنا ما يحل وما يحرم في هذه العلاقة المكرمة، وهو الذي نهانا أيها الإخوة عن إتيان النساء في ذلكم المحل، وأفهمنا أن هذا كفر بما أنزل عليه، وهو الذي في قرآنه على قلب الأمين نزل أيها الإخوة أفهمنا أنه لا يحل قربان النساء بمعنى الوقاع في حال النفاس أو الحيض أيها الإخوة. منه تعلمنا، وفيما سوى ذلك الأصل في الأشياء الإباحة، فيما سوى ذلك الأصل في الأشياء الإباحة، ولا نحب أن نعقد أنفسنا ولا أن نعقد الأمور على أنفسنا. الحلال بين والحرام بين، لكن هل هذه الزيادة في الحديث أو الحديث كله صح، أو صحت هذه الزيادة وكان يمص لساني؟ العجب هنا ينبغي أن يكون، والتعجيب من شأن عائشة، ما هذه الجسارة والجراءة أن تحدث الرجال أيها الإخوة بمثل هذا الكلام؟ هل تصدقون أن أم المؤمنين تفعل هذا؟ حاشاها حاشاها، عندها حياء وخجل، لا يمكن أن تقول كان يمص لساني، يستحيل. أولا لماذا؟ انتبهوا، لأن هذا يخالف هدي النبي الذي صح عنه النهي والتثريب العظيم الشديد على من نشر أسرار الاستمتاع، ممنوع. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد إن من أشر، هكذا بالهمزة هنا يعني شر، إن من أشر الرجال منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى أهله، يعني يكون بينهما ما يكون برجله وزوجه، ثم يحدث الناس بما وقع بينهما، هذا من أشر عباد الله يوم القيامة، ممنوع نشر هذه الأشياء. هذه أكثر الأشياء خصوصية تطوى ولا تنشر، لا لقريب ولا لبعيد، انتبهوا، ولا باسم الفتكات ولا المغامرات الفارغة. بعض الناس يتعانى أيضا ضعفا ربما جنسيا، يحب أن يثبت أنه صاحب فتكات ويبدأ ينشر أشياء كاذبة وهمية حتى عن نفسه، لا يجوز، وأنت تفضح نفسك بهذا على فكرة، يفضح نفسه، يشكك الناس في وضعه لو كان يفهم، انتبهوا. أيضا في حديث أسماء بنت يزيد خطيبة النساء رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم، قالت وكنا جلوسا حوله الرجال والنساء، فقال لعل رجلا أن يحدث الناس بما كان بينه وبين أهله، ولعل امرأة تخبر بما وقع بينها وبين زوجها، هل منكم من يفعل ذلك؟ قالت فأرم القوم، أرم القوم أي سكتوا، لم ينبزوا ببنت شفا. قالت فقمت وقلت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، فقال فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان وشيطانة، والعياذ بالله، أو كمثل شيطان لقي شيطانة فأتاها على قارعة الطريق والناس ينظرون، في رواية أخرى كمثل حمار والعياذ بالله. فمستحيل، مستحيل أن النبي ينشر أسرار استمتاعه، هنا هو لم يصبه شيء، ومستحيل أن أمهات المؤمنين يفعلن. سيقول لي الخمس المشلوح ومن لف لفه، دعك من هذه الإنشائيات والعموميات، وأنا معه، ائتني بالسند، هل هذا مسند صحيح أو غير مسند؟ غير صحيح. الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب الصائم يبلع الريق، قال ابن الأعرابي في نسخة أبي داود، قال سمعت أبا داود يقول هذا الحديث ليس يصح. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الكلمة، غريب، غير صحيح. ثم إن في إسناده رجلين، إن في إسناده رجلين ضعيفين أيها الإخوة، وسنرى
محمد بن دينار الطاحي البصري وشيخه أوس بن سعد أيها الإخوة، وكلاهما ضعيفان. لذلك قال ابن عدي الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، معروف ابن عدي، قال جملة ويمص لساني لا يقولها إلا محمد بن دينار، وهي من قوله. نعرف نحن هذا الرجل قال، وهذا من تأليفه قال، عائشة لم تقول هذا. ولذلك العلماء، عبد الحق رحمة الله عليه قال هذا الحديث ليس صحيحا. العلة فيه أيها الإخوة هي أبي يحيى مصدع الأعرج المعرقب، أيضا فيه رجل ثالث، لكن أحال عليه عبد الحق. عبد الحق العلة من مصدع، من أبي يحيى مصدع الأعرج أيها الإخوة. وهناك أيضا الحديث إذن لم يخلو من ثلاثة ضعفاء متهمين. الحديث ضعيف، العلماء ضعفوه. ابن القيم رحمة الله عليه في شرحه الممتاز الوجيز المتخير على سنن أبي داود ذكر هذا، وذكر أن الحديث ضعيف. إذن مرة أخرى، حسبنا من شر سماعه، الحديث ضعيف عند علمائنا في مصادرنا، لم نضعفه الآن من أجل إيه؟ من أجل سواد عيون القنبص مثلا أيها الإخوة، حتى يهدأ خاطره ربما، الرجل متغير على الأخلاق وعلى القيم. لا، الحديث ضعيف من يومه، في كل مصادرنا ضعيف، حتى لا نطول، في كل مصادرنا ضعيف. إذا انتهى إيه موضوع إيه؟ ويمص لساني، عائشة لم تقل والنبي إيه؟ لم يقل. فعل لم يفعل، حري به أن يفعل، لماذا لا؟ هي أهله وتحل له، لكنها لا تنشر هذا، انتبهوا حتى تفرقوا. لا يأتيني واحد الآن يقول لي لماذا؟ هل هذا حرام؟ لا نتحدث عن هذا، لا نتحدث عن حل الفعل في ذاته، نتحدث عن مشروعية ماذا؟ نشر أسرار الاستمتاع، نشر الخصوصيات الزوجية، هذا لا يحل. وبحمد الله هو لم يصح عن أم المؤمنين، الحديث ضعيف عند إيه؟ العلماء أيها الإخوة. طيب نأتي الآن إلى قضية إيه؟ زاهر البدوي من أشجع، هذه من أشد القبائل أيها الإخوة فروسية وشجاعة فعلا وعنفا. وهذا بدوي أعرابي من قبيلة أشجع، أشجعي، اسمه زاهر ابن حرام الأشجعي، بدوي. كان هذا الرجل يأتي إيه؟ إلى رسول الله في المدينة يتحفه بعض الهدايا، والنبي يكافئه لأن من خلقه المكافأة، يعطي دائما ما هو أزيد منها. وكان يقول أيها الإخوة أزهر باديتنا، وفي رواية بادينا، ونحن حاضروا، وفي رواية أشهر حاضرة، أزهر باديتنا ونحن حاضرة، أو بادينا ونحن حاضروا، نحن أهل الحضر وهو أهل بادية، نتبادل إيش؟ المنافع والتحف والهدايا فقط. صحابي جليل بدوي رجل أخرج ابن حبان رحمة الله عليه، وأبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة، والإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، هذا موقفنا عليه أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أن أزهر كان في السوق، لم يكن في صفة المسجد أو في زاوية أيها المشلوح، في السوق شهارا نهارا على أعين الناس وهم ينظرون، فرمقه النبي، راه النبي، فأتاه من خلفه فأخذه بكفيه من حيث لا يراه، يمازحه، أنا رأيت أبي يفعل هذا، رأيت جيران يفعلون هذا، الجيران، رأيت الكبار يفعلون هذا في بلادنا، كلنا نفعل هذا. ليس عندنا عقدة، لم نؤتى يوما من خلف حتى نتعقد، انتبهوا، أو نفهمها على طريقة أخرى، كالمرأة التي تضرب فكلما ارتفعت يد بالسلام جفلت، انتبهوا، وتحتاج إلى علاج السلوك المسكينة. لم يحدث هذا. لذلك أنا هذا الحديث سمعته عشرات المرات، قرأته وتلوته عشرات المرات أيها الإخوة، طيلة حياتي مذ كنت صغيرا، لم يخطر بالله وتالله، والله لم يخطر على بالي، ولا أعتقد أنه خطر على بال واحد منكم مرة من الدهر أيها الإخوة، هذا الذي خطر على بال المشلوح. قال كيف يمسكه من خلف؟ وبعدين قال له أرسلني، النبي لا يتكلم، أرسلني لا يتكلم. ثم نظر الرجل فإذا إيه؟ فإذا برسول الله، ففرح أن النبي إيه؟ يمسه، طبعا بركة ونور وهدى. الصحابة كانوا يقتتون أيها المشلوح على بساق النبي وعلى فضل ماء وضوئه، يا ليتنا أصبنا شيئا من ذلك أيها الإخوة، كانوا يعرفون هذا. فالرجل إيه؟ مكن له أنه خلاص يعني يضغط عليه أكثر، مسكني يا رسول الله، يتبارك به،
كانوا يتبركون به قبل الاستشهاد، قبل أن يموتوا. سواد ابن غزية أيها الإخوة في الحديث حين ضربه بالسواك قال لا أقدني، وقبل إيه بطن النبي وقال رسول الله ما أردت القود وإنما أردت إيه حضر ما قد ترى، يعني حضر الذي تراه موت المعمعة الحمراء الضروس. فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس بدني بدنك، هذا هو أيها المجلوح، وليست الهواجس والوساوس والهلاوس الجنسية. لماذا تهلوس إلى هذه الدرجة؟ لماذا تنظر إلى الموضوعات دائما من نظرة جنسية؟ معنى لو رأيت شيخا الآن أو رجلا أو مشلوحا مثلك ربما يأخذ بيد آخر لفكرت كما يفكر الغربيون هنا أن بينهما ريبة. لماذا يفكر غربيون هكذا حين أتينا هنا إلى النمسا أو إلى أوروبا؟ هكذا نحن العرب المسلمون بشكل عام أو المسلمين عفوا يأخذ بعضنا بيد بعض، الشباب باب الأخوة والمحبة، هنا عيب كبير لأنه لا يفعل هذا إلا أولئكم تعرفونهم الشاذون. فتركنا هذا، تركناه لوجه الله لوجه القيم حتى لا نتهم وعندهم الحق. لكن أنت من أين لك هذا وأنت عربي مصري؟ من أين لك هذا؟ إذا رجل أخذ أخاه من خلفه مازحه أنه على نية، من أين لك هذا؟ فهمني. الله أعلم بالخبرات والتجارب السابقة، نسأل الله الستر على عباد الله. المهم قال فمكن له السؤال يا إخواني أين فعل النبي هذا؟ مرة أخرى أعيد، في السوق في وضح النهار أمام الناس. لو كان هذا يعني بنسبة 1 من بليون الريبة هل يفعله النبي؟ يا سيد النبي ليس نبيا، سلمنا معك أيها المشلوح، ليس رسولا، لكنه بكل قول وبكل حال رجل ذكي وفطن وعبقري. عبقري بنى أمة من 1.5 مليار الآن عديدها بلا شك إنسان عبقري، لا تستطيع أن تقول لأنه عبقري. كذاب مفتري مشكلتك هذه بين يدي الله تبارك وتعالى ولكن لا يفعلها عبقري، لا يفعلها ذكي أمام الناس إن كانت تريب. ليست تريب، ولم يرى فيها أحد ولم نرى نحن فيها ولم نشعر والله العظيم يوم بأنها تريب. أنت شعرت هذه مشكلتك، فتش عن ماضيك. لماذا تخاف من هذه الحركة؟ ما المشكلة في هذه الحركة؟ شيء عجيب، وأمام الناس ورسول هذا وإمام وقائد يفعل هذا أمام الناس. المهم بعد ذلك حين علم أنه الرسول وأن النبي قال يمازحه قال أيها الناس من يشتري مني هذا العبد؟ هو ليس عبدا، هو حر. النبي يمازحه صلى الله عليه وسلم، صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله على صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر والخلق الأوفر الأكمل الأتم صلى الله عليه وسلم. نعم نرتاح بذكري، نرتاح باسمه كما نبأس بوجوه هؤلاء ومنطقهم الملتاف والله العظيم الذي تفوح منه روائح نتنة أيها الإخوة عن نفوس ملتاثة متعفنة لا ندري كيف نصفها. أعاننا الله على سماع هذا الشر. محنة أن تسمع أمثال هؤلاء والله العظيم، تنزل من عليائك إلى إلى هذه الوحدة الزرية المتعفنة لكي تسمع هؤلاء الملتاثين بتجاربهم. يخلطون التجارب بالعلم دون أن يدروا، لكنهم فضحوا بحمد الله، مفضوعون. على كل حال فهذه قضية أزهر أيها الإخوة. قال من يشتري مني هذا العبد؟ قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا. قال ولكنك يا أزهر عند الله لست بكاسد، أنت غال عند الله، ثمنك كبير إن شاء الله تعالى. قصة جميلة ذكرناها مرة في خطبة عن المزاح، ينظر إليها من منظور الشذوذ الجنسي، كيف لا أدري ولا يدري أحد منكم، حاولوا أن تفسروا ما الذي حصل ما الذي يحصل. بعد ذلك يقول له هذا الرجل الذي يزعم أنه كان مسلما وقد يكون مسلم أيضا ملتاث، مسلم غبي من الحمقى، ليس مسلما أمثالا بحمد الله، مسلم الحمقى، هذا شيخك يا مسلم يا مرتد إن كان صدق في أنه كان مسلما وارتد، هذا شيخك القنبص المشلوح، تصدق هذا الكذوب وتكذب علماء الإسلام والصالحين هذه الأمة الطيبة وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم إن صح ذلك. فقال له يا أبانا، يا أباهم طبعا أستغفر الله العظيم، يا أباهم يعني هذا الرجل أما وجد من يقف له، من يقول له يعني مع الكلام كفى ستوب يعني؟ قال نعم نعم، طبعا كله واضح يعني كله مبرمج، هذا من قبل ما يدخل الاستوديو مبرمج مكتوب كله، وهو يقرأ على فكرة، انتبهوا لا يحفظ هو أنا أيقنت أنه يقرأ. لماذا؟ يقرأ بعض الأشياء أيها الإخوة بصيغة فإن قالوا كذا قلت، وبعدين يقول لا قلت، مكتوب عنده مش عارف هي قلت ولا قلت، طبعا لو قال هو لقال قلت،
لكن حين يقرأه قلت ثم يعود يقول قلت، معناها أنت تقرأ يا حبيبي، مفهوم. بعد 10 سنوات، 10 سنوات وهذه حصيلتك، لا تحسن أن تقرأ، والحديث الحسن حسن ما شاء الله على العلم. قال نعم نعم قصة هذه المرأة أميمة بنت النعمان، ما قصتها؟ قال هذا في صحيح البخاري. نعم في صحيح البخاري، لكن ساقها مختصرة جدا، أتى بما يريد، أتى بما يريد. في المحاكم إلى اليوم في الشرق والغرب يقولون تقسم على الكتاب، أي كتاب مقدس وكذا، تقسم أن تقول الحق كل الحق وليس شيئا غير الحق أو كلاما، هذا معناه. لماذا؟ لأن نصف الحقيقة تساوي ماذا؟ الكذب. 9 أعشار الحقيقة تساوي الكذب. أحيانا قد تقود إنسانا بشهادتك إن كنت عدلا إلى حب المشنقة بإخفائك 1 من 100 من الحقيقة، 1 من 100 تقوده إلى الهلاك المسكين. الحقيقة كاملة، أذكر النص كامل، لكنه بتره من جميع أنحائي وتصرف فيه وتبرع علينا بتعليمنا المراد، يعلمنا اللغة العربية. اليوم لدينا درس طويل في معرفة اللغة العربية من خلال القمص ما شاء الله المشلوح. قال عن أبي أسيد، قال أسد تصغير أسد، أسيد فهمان هو ما شاء الله، أبو عثمان المازني في علم الصرف وابن جني. قال عن أبي أسيد، يسخر حتى الأسماء الصحارى، انتبهوا كيف يسمونها كذا، هو أسد يا نعجة يا أرنب، هو أسد بلا شك، لأن هؤلاء الأسد فتحوا العالم. هو أنا يعني ربما أعذره قليلا، يشعر بغيظ فظيع أيها الإخوة، لأن المسلمين 4000 فتحوا مصر القبطية. اليوم مسلمو مصر من هم؟ 90% هم أقباط الأمس، بحمد الله تبارك وتعالى، هم أقباط الأمس اليوم، هم مسلمو اليوم. نعم أكثر مسلمي مصر هم أقباط أيها الإخوة، ودخلوا الإسلام بفضل الله، لما رأوا من عدالته، بفضل الله لما رأوا من عدالته وألقه وعظمته وتفرده، هو مغتاظ جدا من هذا أيها الإخوة. نقول له فتحها الآساد، فتحها أبو سيد وأمثاله وأحفاده. نعم الآساد الضراغمة، الضراغمة الرجال الأشاوس الميامين يركبون خير الله ولا يركبون طبعا. هؤلاء الذين فتحوا العالم مغتاظ منهم، مغتاظ حتى من أسمائهم. قال أبو أسيد ويضحك، أبو أسيد يعني أسد، تصغير أسد، المهم يقول هكذا أبو أسيد. قال دخل النبي على على أميمة بنت النعمان فقال لها هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى عليها، يتبرع القمص المشلوح ليضربها. النبي يضرب، النبي لم يضرب أحدا بيده، ما رأيكم؟ ولا حتى في معركة بيده هكذا على وجهه، لم يضرب أحدا، لأنه رحمة للعالمين، وهو أعظم من هذا. النبي يضرب امرأة لماذا؟ لماذا؟ يعني هل تنقصته؟ هل أشعرته بأنه صغير وهو نبي عظيم؟ قبيلته أسلمت، أبوها أسلم، هذه أميمة الآن سنقول ما لا يعرف القمص أو ما لا يريد أن يعترف أنه قرأه، يكذب، يخفي 9 أعشار الحقيقة هذه المرة وليس 10. وهل تهب الملك نفسها للسوق؟ فأهوى عليها، قال ليضربها، ثم قال يا أبا أسيد ألحقها بأهلها، يعني وديها في 60 داهية، هيك فسرها بالمصري، وديها في 60 داهية. ما قصة هذه المرأة؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ وما الذي حصل باختصار؟ بعدين قال يا جماعة يا إخواننا الدنيا فيها خير، الدنيا كان فيها خير وما زال فيها خير. شوفوا هذا محمد غر العالم وخدع الدنيا، وقفت له امرأة تقول له أنت من السوق. وبعدين قال إيه محمد يخالف قرآنه، وهل كانت أميمة دي بنت النعمان مؤمنة حتى يقول لها هبي لي نفسك؟ طبعا مستحيل أن يقول هو القمص حتى استوهبها نفسها، مستحيل أن يعرف هذه السيرة، حتى قال لها بصيغة الأطفال هبي لي نفسك. هل كانت مؤمنة؟ قال يقول وامرأة مؤمنة، ولكن محمدا خالف قرآنه. يا حبة عينه على القرآن الكريم، القمص المشلوح عينه وقلبه على القرآن الكريم الذي يخالف من قبل نبيه، انتبهوا. وبعدين قال بعدين الهبة بالإرادة مش بالأمر، يأمرها هبي لي نفسك، كيف يأمرها ورفضت؟ لكن المرأة فيها خير، قال أخت رجال يعني جدعة، قالت له هل تهب الملكة، كرها أكثر مرة مبسوط فيها هو، نفسه للسوق. طبعا أنا أزعم وأستطيع أن أباهل أنه لا يعرف ما معنى السوق، هو يظن السوق كما نقول أنا سوقي فلان سوقي سوقي لا، السوق أيها الإخوة في اللغة الفصحى،
وتطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعة وعلى الذكر وعلى الأنثى. هو سوقة، هما سوقة، هن هم سوقة، هي سوقة. ما هي السوقة؟ السوقة من ليس بملك ولا ابن ملك. العرب تقول ملك وسوقة. النبي لم يكن ملكا وأبى الملك النبي، صحيح؟ وفي نظرها من السوقة، وهي كانت سيدة الملوك، هي أميمة بنت نعمان ابن الجون الكندي، ملك كندا. فهي بنت ملوك، سيلة ملوك، وتعرف أن محمدا ليس ملكا، فاستغربت يعني طب هل يجوز يعني أن تتزوج الملكة من ليس ملكا؟ أما السوقي المنسوب إلى السوق فهو ليس سوقا، إنما سوقي، نقول هو سوقي، هما سوقيان، وهكذا سوقيون. انتبه، هو لا يفهم هذا ويظن أنها يعني سبته يعني كذا، لا، هي تستغرب. إن صح هذا الكلام، الحديث أيها الإخوة فعلا في صحيح البخاري وفي مصادر كثيرة كمان، طبقات ابن سعد وغيره، لكن هو إيه؟ مفصل، أيوة، في كتاب الطلاق، عدوا لي، في كتاب الطلاق من صحيح البخاري عن أبي أسيد، لكن سأحكي لكم القصة إيه؟ بالدقة وبتفصيل. ما حصل أيها الإخوة أن أباها، أبا أمينة بنت النعمان هذه، تعرف بالجونية، تقرأوا في سيد بن هشام وفي كتب السير إيه؟ الجونية، لم يدخل بها النبي، استعاذت منه فأعاذها، ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول بها، طلقها. والبخاري ترجمته تفهم هذا، طلقها. قصة الاستهابة هذه قصة غبية في نظري، حتى وإن كانت في البخاري غبية جدا، كلام غير مفهوم. سيأتيكم الآن الخبر اليقين بإذن الله تعالى. أبوها والدها النعمان ابن الجون الكندي أسلم. القمص لم يذكر هذا، وليس من صالحه أن يذكر هذا، حتى يقول لنا كيف يستوهبها نفسها وهي غير مؤمنة. لا، هي مؤمنة يا حبيبي، هي كانت مسلمة لأن قبيلتها أسلمت، الأب نفسه هي أسلم، دخل الإسلام، أسلم أبوها وأتى النبي في المدينة وقال له يا رسول الله أتحب أن أزوجك أجمل أي من في العرب وأحسنه ابنتي؟ كانت عند إيه؟ ابن عم لها فتوفي عنها وهي فيك راغبة، فقال نعم إن شئت. فبعث النبي إليه إليها عفوا مع أبيها أبا أسيد الصحابي الجليل من الأنصار، فبعث أبا أسيد فمكث هناك مدة ثم تحمل بها وعاد، قال فأنزلناها في مضاربنا، مضارب إيه؟ الأنصار، قال إيه؟ أبي أسيد. ثم بعثنا إلى رسول الله وهو في بني عمر ابن عوف، فجاء النبي في صحيح البخاري الآن، أتينا بستان يقال له الشوط، حتى جلسنا بين حائطين، يعني بين بستانين إيه؟ مسورين، ثم أدخل على أميمة بنت النعمان ومعها حاضنتها، ومعها حاضنتها. انتبهوا الآن، الآن في روايات أخرى أيضا كثيرة لما رؤي فعلا المرأة، يبدو أنها كانت بارعة الحسن والجمال، لما رؤي، من الذي رأى؟ نساء المؤمنين عائشة وكذا، في رواية مصرح باسم عائشة، لما رأينا من جمالها وحسنها خدعناها، أحببنا أن يخدعنها، فقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله فاستعيذي بالله منه. هي لا تفهم الإسلام، هي أسلمت من قريب، لا تعرف شيئا في الإسلام، قولي أعوذ بالله منك فإنه أحظى لك عنده، يكون هذا أحسن، بحبك أكثر. خدعة نسائية، وذكر هذا للنبي، قال إنهن صواحب يوسف، المكر، قال مكر النساء فيش فايدة. فعلا لما دخل عليها أيها الإخوة وأراد أن يضع يده عليها، قال أعوذ بالله منك. النبي شب بعزة نفسه بعظمته وأيضا بتفاؤله، قال قد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. في صحيح البخاري أيها الإخوة هذه الزيادة الغبية، أنا أصف بأنها غبية وحتما هي غبية، للأسف لم أجد عالما، لا ابن حجر لا ابن رجب لا غيره علق عليها. ما معنى أن أباها يزوج النبي إياها وهي في النبي راغبة؟ انتبهوا، هي تحب أن تزوج من النبي ولكن فيها بقايا جاهلية لا تعرف الإسلام، مسكينة، خدعوها فانخدعت. ما معنى ذلك؟ ثم تأتينا الرواية في البخاري تقول هبي لي نفسك. ما هذا كلام فارغ؟ ما معنى هبي نفسك؟ ليس لها موقف هنا في الإعراب صراحة، هذه الجملة غبية مقحمة على الحديث، أنا أموق أنها كذب أيها الإخوة. هبي لنفسك، هذا يقال لامرأة أيها الإخوة لم يتزوج منها ولم يأخذ عليها مع أبيها، يا جماعة، امرأة كذا تهب نفسها تبرعا من نفسها، تقول يا رسول الله أنا وهبت نفسي لك إن شئت. وهناك طبعا واهبات كثر، والنبي إيش لم يشأ أن يدخل ببعضهن، رفض، قال لا حاجة لي، لا أريد.
لكن هنا امرأة مزوجة، أبوها زوجها النبي، وبعث أبا أسيد وأتوا بها وجهزوها وجلوها، وبعد ذلك تقول لي النبي قال لها هبي لنفسك، كلام غير مفهوم حقيقة. هذه الجملة أنا في شك منها، وأنا أقطع بأنها مقحمة أو مدسوسة، كذب، هذا كذب لم يحدث. على كل حال اليقين أنه تزوجها، فلماذا يقول لها هبي لنفسك؟ كلام لا موقع له في الإعراب كما يقال. انتبهوا، احفظوا هذا، هذا غير مذكور في كتب الحديث. العلماء يمرون عليه مر الكرام كأنه هذا حدث لم يحدث. أنا على يقين لم يحدث. لماذا يحدث؟ هي زوجته. ما معنى يقول لها هبي نفسك لي؟ هي واحدة أيها الإخوة، لكن أهوى إليها، يقول أبو أسيد فأهوى إليها بيده لتسكن، أحب أن يضع يده تبريكا حتى يسكن، حس أنها متوتر، ربما الشيطان نزغها فأحب أن يضع يده. هذه اليد المباركة منه صلى الله عليه وسلم وضعها على صدور منافقين فثابوا إلى صحيح الإيمان والحديث الصحيحة، وضعها في معركة من معاركه في حنين على صدر كافر أراد وقد اخترط سيفه، قال لم يبق بيني وبين أن أتره بسيفي إلا أن أهوي بسيفي عليه، قال فنزل شهاب من السماء حال بيني وبينه، ثم التفت إلي وقال فلان، قلت نعم، قال فوضع يده بين ثديي في صدري، قال والله ما رفعها إلا وهو أحب خلق الله إلي. فالنبي مشلوح حين أهوى بيده أهوى لكي تسكن، هذا ليس من عندي، في الحديث في البخاري في كتاب الطلاق قال فأهوى بيده ليسكن ما بها، ليسكن ما بها، فقالت أعوذ بالله، استعاذت بالله، فقال عدت بمعاذ، يعني زاد اللي مش فيها حاجة، خدعوها. أخبر بعد ذلك النبي أنها خدعت، فقال إنهن صواحب يوسف، خلاص قدر الله ما شاء فعل. هذه القصة لا تقول لي استوهبها وخالف قرآنه وأمرها بالهبة وأراد أن يضربها. ماذا قال لي أبي أسيد في نفس الرواية؟ قال يا أبا أسيد ألحقها بأهلها وارزقها، أو قال اكسوها ثوبين رازقيين، قال الحقها بأهلها يعني وديها في 60 داية، يعني خذها على الزنزانة، عذبوها، اشلحوها، علقوها ربما من أذائها كما فعل بعض الرواة الذين نروي عنهم ونصحح حديثهم. تعسل لهذه التناقضات أيها الإخوة. إيه نعم، بعض الرواة نروي عنهم نخرج لهم، وهؤلاء كانوا عمال على الخراج يعلقون النساء من أذائهن. انتبهوا، ليس في القرن 20 فقط، القرن 21، وهؤلاء بعض علمائنا يعدلونهم، مثل عنبسة ابن خالد هذا، عنبسة ابن خالد هذا كان يعلق النساء من أذائهن، وبعض العلماء يقول لك عنبسة صدوق. صدوق ماذا يا أخي؟ بماذا سأرد روايته إن لم أرد بهذا الإجرام؟ عندنا تناقضات، انتبهوا، هذه المشكلة. وإذا قام أمثالنا برغبة إن شاء الله وبنية صادقة، نسأل الله أن نؤتاها، يحبون أن ينقوا التراث من أمثال هذه التناقضات وهذه الأشياء التي لا تنسلك، يتهمون ويقال فيهم ويقال لا، ثم بعد ذلك نطرق طريقا ونعبد سبيلا للطعن في الرسول والقرآن والإسلام بهذه الروايات التالفة، روايات تالفة لا قيمة لها. الحق أحق أن يتبع. على كل حال هذا ما كان من قضية من قضية أميمة بنت النعمان، ليس كما ذكرها، وقد كذب فيها في مواضع متعمدا والعياذ بالله أيها الإخوة الكذب. نختم بآخر شيء، وهذا كل تقريبا ما ذكره، وسنعلق على موضوع الهوس الجنسي علميا، يعني علم الجنس وعلم النفس بكلمات إن بقي متسع من الوقت، وسنرى علميا هل يوصف رسول الله بأنه مهووس جنسيا علميا، لأنه يتكلم الرجل خبير في كل شيء ما شاء الله هو لا يعرف شيئا، خبير في كل شيء دون أن يعرف شيئا، شيء عجيب. قصة أن النبي مرت به امرأة فنظر إليها فوقعت شهوة النساء في قلبه فأتى أهله فأصاب منها، ما هذه القصة؟ ما هذه القصة وما نصابها أيضا، ما حظها من الحق والصحة؟ القصة أصلها في صحيح الإمام مسلم أيها الإخوة، القصة أصلها في صحيح الإمام مسلم، طبعا أخرجها غير مسلم كالنسائي وغيره وابن الحاكم، لا يعني لماذا؟ لأنهم أخرجوها بنفس الإسناد عن أبي الزبير المكي عن جابر عبد الله عن رسول الله، نفس الإسلام، إذن هي أي في صحيح وهي في الصحيح، في صحيح مسلم عن أبي الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس المكي مولاهم، عن جابر عبد الله الصحابي الجليل المعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرت به امرأة، مرت به امرأة بالرسول يعني، فقام فأتى زوجه أسماء، عفوا زينب، فأتى زوجه زينب وهي تمعس أي تدلك، المعس هو الدلك، تمعس منيئة، المنيئة هو الجلد إذا كان في الدباغ
يسمى منيئة، إذا كان يدبغ يسمى منيئة، ويتمعس منيئة لها فأصاب منها ثم خرج فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وهذا من الأحاديث التي تؤخذ أيها الإخوة من غير مسلمين ومن بعض المسلمين على إيه؟ على الإسلام وموقفه من المرأة. يعني هذه مكانة المرأة عندكم شيطان. وعلى فكرة وقف معها القمص المشلوح وقال أقول لي أختي يعني سامح، يقول أقول لي أخواتي سامحنني أو المرأة يعني لا تؤاخذين، هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد رسول الإسلام. يشبه النساء بالشياطين، يقول المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا الحديث في صحيح مسلم. الآن أيها الإخوة، النبي صح عنه في حديث آخر صححه جماعة من الحفاظ 14 حافظا، ذكرته من قريب من أشهر، أنه قال إذا بلغكم الحديث عني فلانت له أبشاركم وخشعت له قلوبكم ورأيتم أنه منكم قريب فأنا إيه منه أقرب وأنا أولى به، أو كما قال. صدقوا، هل تصدقون هذا الحديث؟ هل تصدقون أن النبي يكون جالسا في أصحابه وتمر امرأة فتتحرك شهوته مجرد أن ينظر إليها؟ وأي نظر نظر الرسول؟ النبي حين رأي يعني مرة قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني الثانية. في كتاب الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من أبصارهم، يعني النبي يعلمنا هذا ويقول حق الطريق غض إيه البصر وكف الأذى ورد السلام، وكف الأذى ورد السلام. يعني النبي لو مرت امرأة وهو هكذا صدفة اتفاقا وقع إيه هي أقل من ثانية ثم هي سيرد إيه بصره وانتهى، فمستحيل في هذه النظرة. والنساء كن طبعا إيه متحجبات على الأقل، إذا مش مرقبات متحجبات، مستحيل أن يتحرك فيه شيء، هذا كلام فارغ لا يصدق. وهذا لو وقع من عالم أو رجل صالح لا ظن الناس به شرا، يعني لهذه الدرجة أنت ما شاء الله مع قول الحق له سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، مستحيل. وهو كذلك لم يكن لا يمد لا عين قلبه ولا عين رأسه إلى إيه؟ إلى ما متع الله به غيره من الناس، حاشاه وكلا. سيقول بعضهم وسيقيم الدنيا الآن ولن يقعدها، ولكن الحديث في مسلم، أي في مسلم، انظر إلى إسناده واضح جدا لكل من عنده دراية بمعرفة الرجال. الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر. المشكلة هنا في أبي الزبير هذا رحمة الله عليه، أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي أيها الإخوة، هذا التابعي الجليل. نعم، ما مشكلة أبي الزبير؟ خرج له مسلم احتجاجا ولم يخرج له البخاري إلا متابعة مقرونا يقرنه بغيره، لا يخرجه. لماذا؟ لأنه لا يعتمده، كما قال الذهبي، الذهبي ضعف أبا الزبير، عفوا البخاري ضعف أبا الزبير، هو عند البخاري ضعيف. وعند شعبة مؤسس علم المصطلح يعني علم الحديث المؤسس الأول تقريبا تقريبا هو شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه، ضعيف جدا. وسنقول عند الإمام الشافعي ضعيف، عند أبو حاتم الرازي ضعيف، عند ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب جرح التعديل ضعيف، أبو زرعة كما قلنا الرازي ضعيف، والبخاري ضعيف، كثير من العلماء ضعفوه. عند أيوب السختياني تابعي الصالح الرجل عارف بالله ضعيف، عند سفيان بن عيينة شيخ شيخ الشافعي وشيخ مكة رحمة الله عليه ضعيف. خرج له مسلم مشكلة، وهذه مشاكل منهجية. لماذا؟ وسنرى هل هو فعلا ضعيف أو غير ضعيف، ما المشكلة؟ ماذا نقول في أبي الزبير المكي هذا؟ كالتالي أيها الإخوة، وثقه النسائي، وثقه علي بن المديني، وثقه يحيى بن معين، لكن من ذكرت لكم وهم أكثر بكثير، ويكفي أن فيهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وشعبة ابن الحجاج والشافعي، ضعفوه ولم يعتمدوه. تعرفون لماذا؟ سوف نرى. أما بالنسبة لشعبة رحمة الله عليه وله أكثر من عبارة في تضعيف أبي الزبير واشتد عليه، قال ما كان أحب إلي من رجل يقدم فأسأله عن أبي الزبير يعني من مكة حتى قدمت أنا مكة فجلست إليه وسمعت من، هذه الرواية مفصلة تغاضى عنها ابن حبان، وابن حبان واسع الخطو في التوثيق أيها الإخوة، بل أحيانا يوثق المجاهيل المستور يعني المساتير، وهذا غير دقيق، خطة غير دقيقة، معروف رحمة الله عليه رحمة واسعة.
ابن حبان لم يذكر هذه الرواية، ولكن رواية أخرى مختصرة. لا، الذهبي قال حق أن أذكر هذه الرواية في تضعيف أبي الزبير. الذهبي عنده موقف متوسط كالذي أرتاح إليه. المهم قال: فجلست إليه وأخذت عنه، أخذ عنه 400 حديث، ثروة علمية كبيرة، 400 حديث عن رجل واحد وهو أبو الزبير المكي رحمة الله عليه. قال: حتى جاءه يوما رجل يسأله مسألة علمية، قال ف أو عفوا لا 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 ليس مسألة علمية، مسألة يعني يشحذ. قال فرده، فسأله فرده ثم افترى على السائل. قال فقلت له: يا أبا الزبير تفتري على مسلم؟ فقال: إنه أغضبني. قلت: وإن أغضاك تفتري علي؟ لا رويت عنك أبدا. أقول: إي والله صدق شعبة، والله لو كان مكان شعبة أي إنسان تقي ما يروي عنه بهالسهولة هذه. تفتري على مسلم لأنه أغضبك؟ أين العدل؟ أين قول الحق والقصد في الرضا والغضب؟ كيف أعتمدك على تراث النبوة؟ كيف أعتمدك على شيء يخل بمنصب النبوة، يقدح في جناب رسول الله، يقدح في طهارة قلب رسول الله؟ تقول لي: يا رب، رأى تتحرك شهوة في قلبه. لا أصدق هذا، ولا أحب أن أصدقه، ولن أقبل بهذا الحديث وأمثاله. هذا حديث غريب وإن كان في الصحيح، لأن الغراب أيها الإخوة منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن، يعني صحاح وحسن، ومنه الضعيف. هذا وإن كان في الصحيح فهو غريب. الآن ستأتيكم هي المفاجأة بفضل الله. على كل حال، فقال: لا رويت عنك أبدا. قال: وفي صدري لأبي الزبير 400 حديث. قال هشيم معروف من هو. قال: قلت: حدثني أبي الزبير في مجلس شعبة. قال: فأخذ شعبة كتابي فمزقه. قال: أبو الزبير ماذا؟ مزق الكتاب لا تحدث عنه. وقال مرة لآخر: لا تحدث عن، أتحدث عن أبي الزبير وهو لا يحسن يصلي؟ قال: رأيته مرة يصلي ويسيء صلاته. الرجل متساهل كان. نأخذ عنه مئات الأحاديث عن رسول الله، ومنها الحديث الغريب العجيب: الربيع رأى امرأة فتحركت الشهوة فأتى أهله، وبعدين يا أبا الزبير. الحديث طبعا هي العهدة فيه على جابر على أساس، يعني جابر قال هذا، أعوذ بالله. هل النبي قال لكم هذا؟ أنا دخلت وأتيت أهلي زينب بن جحش. النبي هكذا يقول؟ الآن كنت مع زينب يذكرها بالاسم. من منكم رآها تمعس منيئة؟ هل لحق به جابر فرآها تمعس منيئة؟ أم أن النبي ذكر لكم كل شيء بالتفصيل؟ دخلت ووجدت زينب تمعس منيئة فوقعت عليها. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا لا يقوم به رجل حر كريم منا، صحيح؟ ينسب إلى رسول الله ويوضع في الصحاح، صحيح مسلم. ولذلك انتبهوا، بحمد الله أنا قبل شهرين وأنا أدندن حول هذا المعنى، وكنت موقن قبل أن أبحث في سند الحديث حتى، وقبل أن أجري حوله تحقيقا علميا. قلت هنا في الدروس أكثر مرة: أنا موقن بأن هذا الحديث ما يصح وما ينبغي أن يصح، وأنكرته في الدروس هكذا. وجدت الحافظ الإمام العلامة ذهبي الرجال، الإمام الذهبي رحمة الله عليه، حين ترجم لأبي الزبير المكي في سير النبلاء ذكر جملة أحاديث في صحيح مسلم، ثم قال: فهذه جملة أحاديث غرائب وهي في صحيح مسلم. غرائب منها هذا الحديث، قال: ومنها عن أبي الزبير عن جابر أن النبي رأى امرأة فأتى أهله زينب. قال: غريب، هذا المتن ما يعرف، غير مشهور رسول الله، انفرد به أبو الزبير عن جابر. وهناك مشكلة أكبر من هذا أيها الإخوة. أبو الزبير مدلس، اتفق العلماء على أنه كان مشهورا بالتدليس، ذكره العلماء الحافظ ابن حجر وغيره في طبقات المدلسين، كان مدلسا بلا مرية، معروف مدلس مشهور جدا بالتدليس، يدلس. ولذلك قال شيخ الإسلام وإمام أهل الظاهر في وقته العلامة ابن حزم، قال: لا أقبل من حديث أبي الزبير إلا ما قال فيه سمعت جابر. ما تقوليش عن جابر، عن جابر سمعت أنت ولا سمعوك، هي التدليس، عن جابر. فهمت كيف؟ يعني مثل واحد مثلا، نفترض أنه مثلا يحضر الخطب هنا والدروس ويقول: سمعت عدنان يقول. هذا صرح بالسماع، لكنه غاب مرة عن درس من دروس السبت مثلا، وقيل هو عدنان قال كذا فيقول: وعن عدنان قال، ومعروف أنه من تلاميذي. هذا تدليس، كلمة عن عدنان، هل سمعت؟ فإذا كان مشهورا الراوي بالتدليس وعن لم تقبل روايته حتى يصرح بماذا؟ بالسماع. هذا باختصار القاعدة. فابن حزم قال: لا أقبل من حديث أبي الزبير إلا ما قال فيه سمعت جابرا. هذا هو. أما عن
ستكون هذا الحديث بالعنعنة، في مسلم معنعنا، في أحمد معنعنا، في الترمذي معنعنا، عند الحاكم معنعنا، في كل سياقاته وطرقه معنعن، لم يصرح فيه بالسماع. والحديث كما قال الذهبي غريب، حديث غريب متفرد، تفرد به أيها الإخوة. متن هذا غير مستحيل أن يقبل، هذا المتن مستحيل أن يقبل هذا المتن. نعود إلى آراء العلماء. قال عبد الله ابن الإمام أحمد أيها الإخوة، طبعا إن أطلت عليكم وربما أثقلت على بعضهم كثرة المعلومات أيها الإخوة، هذه الخطبة تسجل وفيها خير لمن يسمعها في العالمين إن شاء الله، مش فقط في هذا المسجد، يسمعها من تأثر بهذا القمص وبغيره، وفيها تعليم حتى على التحقيق العلمي والنقد الدقيق أيها الإخوة. فنسأل الله ألا يحرمنا فضلها وثوابها. عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول قال أيوب، أي السختياني العارف الشهير، قال أيوب: حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قال: فقلت كأنه يضاعفه. قال: نعم أحمد، قال: نعم أيوب يضاعفه. قال الإمام سفيان ابن عيينة شيخ الشافعي: حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير يضاعفه. انتبهوا، قال أبو الزبير شغل كبير هذا، ينبهون انتبهوا. قال يونس ابن عبد الأعلى: كنت مع الشافعي في مناظرة علمية واحتج عليه بحديث فيه أبو الزبير، فضعفه الشافعي وقال: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. لحاله لا، إذا تفرد بشيء لا نقبله. هذا مين؟ الشافعي إمام الإسلام والمسلمين، قال: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: وسألت أبي عن أبي الزبير فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، وهذا ابنه. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: وسألت أبا زرعة صديق أبي وعصريه الإمام الجليل رحمة الله عليه، وعصري البخاري طبعا، هؤلاء معاصري البخاري، وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير فقال: قد احتج به الناس، أو قال روى له الناس، أو حمل عنه الناس. فقلت: يكتب حديثه؟ قال: إنما يكتب حديث الثقات، حديثه لا، إنما يحتج. قلت: يحتج به؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات، معناها ليس ثقة عند أبي زرعة أيضا. والبخاري أيضا ضعفه ولم يخرج له إلا مقرونا، من نوع المتابعة كما يقولون، من نوع المتابعة التامة وليست القاصرة. على كل حال، فهذا أبو الزبير، وهنا عن دلس لا يقبل حديثه، والحديث غريب بشهادة الذهبي. طبعا لا نستطيع أن نستوفي، لأن بعض المعاصرين أو الشيخ العلامة شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه أراد أن يخرج هذا الحديث من الغرابة إلى الشهرة بأن ذكر له طريقين آخرين لا يعرف ثالث لهما، طريق عند أحمد عن أبي كبش الأنماري، وطريق عند الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود، والطريقان ضعيفان كما حققت. سأذكر هذا ربما في محاضرة، الآن انتهى الوقت بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، هل كان إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مهووسا أو مصابا بالهوس الجنسي أو ما يعرف به يعني سيكشوال مينيا أيها الإخوة، هل كان مصابا بهذا الهوس الجنسي عليه الصلاة؟ ما هو الهوس الجنسي؟ وما الفرق بينه وبين الإفراط؟ وما الفرق بينه وبين الفحولة؟ هذه كلها مصطلحات في علم الجنس وفي علم النفس مستحيل أن يعرفها القمص المشلوح ولا أي ولا أمثاله أيها الإخوة. الهوس الجنسي أيها الإخوة باختصار هو أن يفرط الرجل في إتيان هذه الغريزة وبدنه لا يحتمل، هو يعرف أنه لا يحتاج إلى هذا، لو ترك نفسه على أي مطلبها وسجيتها لربما احتاج هذا الشيء مرة مرتين ثلاثا في الأسبوع، إلا أنه يحاول أن يأتيها كل يوم وربما مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر. لماذا؟ عنده مشكلة نفسية، انتبهوا، في علم النفس، في علم الجنس عنده مشكلة نفسية. هذا يقال عنه مهووس بالجنس. ومثل هذا أيها الإخوة عنده مينيا، مينيا هي الهوس، يسموه مينياك، مهووس أو مهوس صحيح. فهذا المهوس أيها الإخوة يكثر ماذا؟ الحديث باستمرار عن هذه القضايا،
وعن نفسه وعن مغامراته وعن فتكاته وعن النساء اللاتي يعشقنه واللاتي يتصلن به واللاتي يردنه ولا انتبهوا، هذا مهوج جنسيا وهو شخص غير سوي، في عنده مشكلة في العلم، في العلم ويكون دائما الانشراح ودائما الفرح ودائما الحديث. هل كان النبي كذلك؟ النبي هل كان يتحدث عن فتكاته وعن مغامرات؟ مستحيل. هل كان دائما الانشراح والفرح؟ كان متواصل الأحزان، سريع العبرة، طويل التأمل صلى الله عليه وسلم، لم يكن كذلك. وكان لا يتكلم مثل، يعني هذه خطبتي، هذه نوزعها على ربما 50 خطبة للنبي. عائشة قالت ما كان النبي يسرع الحديث كسردكم مثل هكذا أبدا، إنما كان حديثه فصلا، لو شاء العاد أن يعده لعده، جملة جملتين ثلاث أربع جمل والسلام عليكم. إذن هو ليس منك، لم يكن مهوسا، ما فيش عنده يا قنص يا مجلوح أي صفة من صفات الهوس. في شيء عاد بسموه بسموه الفحولة في علم الطب الجنسي وكذا، اسمه الفحولة. ما هي الفحولة؟ أن يكون عند الرجل فائض طاقة يصرفها بشكل طبيعي مع زوجته أو مع أزواجه، هايبرفيلياك. هذا شيء آخر، أنا أترجم هذا ليس بالمفرط جنسيا هايبرفيلياك، إنما بالفحل المفرط جنسيا اللي عنده اللي عنده فعلا السكشوال مانيا، هذه هي، او فيليا ممكن، ما في مشكله هكذا تسميها. فالنبي نعم كان فحلا بلا شك، كان رجلا كما قلنا في الخطبه السابقه عنده ربما طاقه زائده عنها بلا شك. انسان يحصن ثمانيه نساء في البدايه، تسع نساء، لابد ان يكون متميزا، اسمه سوبرا نورمال، سوبرا السوبر، سوبرا نورمال، متميز في القوه البدنيه، بس مش قوة 4000 ولا 40 ولا حتى 30 كما قلنا وحققنا، ولا يطوف على أهله كل يوم مرة أو كل، غير صحيح. لكن الرجل يستطيع أن يأتي ثمان نساء باستمرار ربما كل ليلة، لابد أن يكون متميزا وعنده عافية. والنبي فعلا كان عنده عافية في بدنه وقوة. أدركنا الوقت للأسف، كنت أحب أيضا أن أرد حتى لو قال تهرب عدنان أو غير عدنان، أحب أن أرد على فرية وهي التي وعدتكم بأن يظهر فيها علم القمص باللغة وأدبيات العرب، وهي أن النبي كان يلبس ثياب النساء وينام في ثياب النساء ويستقبل الناس في ثياب النساء، ويأتيه الوحي في ثياب النساء، وكل هذا في الصحيح. نعم في الصحيح، ما قصة ثياب النساء وما قصة هذا الذي يلبس ثياب النساء؟ أحب أن يفهمنا أن النبي عنده التلبسية أو التشبهية، ترانسفستيزم، هكذا غير صحيح بالمرة. ويا ليت الوقت اتسع، لكن إن شاء الله لنا عودة إلى هذا الموضوع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ونبينا وعظيمنا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا في رسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أسعدنا بشفاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعد أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عد بالمسلمين والمسلمات إليك عودا حميدا، حصن شبابنا وشوابنا وكبارنا وصغارنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تردهم على أعقابهم فينقلبوا خاسرين.